للمزيد مشاهدينا الكرام حول اجتماعات اللجنة المشكلة في مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي، اللجنة البرلمانية المختصة ببحث برنامج الحكومة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية، لليوم الرابع على التوالي تواصل اللجنة الاستماع إلى الوزراء وإلى برنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة. الجديد في هذه النقاشات وفي هذا أيضا ما يدور داخل أروقة اللجنة والمغزى من عرض هذا الأمر على المواطن المصري؟ لليوم الرابع على التوالي ما زالت اللجنة كريم تواصل أعمال الاستماع إلى برنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة. أسألك عن انعكاس ذلك على الشارع المصري وأيضا الجديد داخل أروقة اللجنة. اليوم كان هناك جلسة اتساع كلام لجلسة طرحها وزير العمل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العام، وما تم مناقشته بالفعل خلال اليوم هي الدور الخاص بالوزراء والحكومة الجديدة والرؤية خلال ثلاث سنوات قادمة في كيفية التعامل مع مشكلة التعليم. أهم المشاكل التي تواجه ربما المدارس هي عدد وتكاثر الطلاب في المدارس، حيث ان اكتفاءها الحقيقي لا يقرب من 120 الى 130 طالبا تقريبا في كل فصل. هذه من اهم النقاط التي سيتم العمل عليها حتى وزير التربيه والتعليم. النقطه الاخرى ايضا خاصه بالثانويه العامه. النقطة الأخرى أيضا الخاصة بالثانوية العامة، تحدث وزير التربية والتعليم في هذه اللجنة وأمامه 42 نائبا يناقشونه في أطروحاته خلال الفترة القادمة، تحدث معهم عن عدد المواد في الثانوية العامة وأهمية اختيار عدد هذه المواد وأهمية تقليص عدد المواد مقارنة بالمدارس الدولية والتعليم الدولي. تقريبا المواد التي تكون في الثانوية العامة المصرية ما يقرب من 32 مادة، أما في يعني المدارس الدولية ما يقرب من 16 مادة تقريبا. لذلك هناك عمل لتطوير هذه المناهج وتقليص عدد المواد حسب توجهات الطلاب وما يحتاجه الطلاب حسب أحلامه أو حسب خططه المستقبلية. هذه نقطة. تناقش مع وزير التربية والتعليم النواب في هذه اللجنة عن آلية لتفعيل هذه يعني الأفكار، أيضا خطة واضحة بمعالم وبتوقيتات معينة، أنهم طلبوا أن يكون هناك يعني مساءلة للوزراء كل 6 أشهر تقريبا للتعامل ورؤية ما تم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع. كان هناك أيضا حديث حول يعني في وزارة التعليم العالي عن استخدام أو توعية الشعب المصري أو توعية المواطن بشكل عام بأهمية الجامعات التكنولوجية وهي الجامعات الحديثة وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات الحديثة وهو المستقبل. وإذا ربطنا هذه الفكرة أيضا بوزارة العمل، لذلك يتم اختيار الوزارات بناء على تشابك هذه الوزارات في السوق الحقيقي على أرض الواقع. أيضا تحدث وزير العمل عن أهمية إدخال الذكاء الاصطناعي في العمل وتوفير فرص العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى أهمية تدريب وتأهيل الشباب للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتعامل مع السوق بآليات الذكاء الاصطناعي الجديد. لذلك كل لجنة بها عدد من الوزراء يتشابك هذه الأهداف والرؤى. تحدث أيضا النواب مع الوزراء حول الاستراتيجية خلال 3 سنوات. تحدثوا في اللجان السابقة حول يعني توفير فرص عمل لما يقرب من 7 أو 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة القادمة خلال 3 سنوات، لكن الحديث اليوم كان عن استراتيجية لا تكتفي فقط ل3 سنوات ولكن أيضا استراتيجية كاملة ل2030. اللجنة القادمة تتحدث عن وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي. أهمية التضامن الاجتماعي هي ما يمكن أن يوفره للمواطن المصري بشكل عام الوزراء خلال الفترة القادمة فيما يخفف أحمال الحياة بشكل عام والتعامل مع الظروف الاقتصادية المختلفة. هذه نقطة في التضامن الاجتماعي. أيضا وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بتأهيل وتدريب الشباب وتوعية الشباب بشتى الطرق، لكن الأهم هي توفير آليات مختلفة
مختلفة ومنافذ مختلفة وأبواب مختلفة للشباب بجميع الأعمار بدون أي تفصيل عنصري أو بدون أي فصل عنصري لممارسة الرياضة بشكل تام في جميع الأماكن بأريحية كاملة. ربما هذه من أهم النقاط التي سيتم الحديث عنها خلال اللجنة القادمة. لكن ما يهم الشعب المصري والمواطن والنواب خلال هذه الفترة أن يتم تقديم هذه المقترحات من جميع هؤلاء الوزراء وتقديمها بعد ذلك للجلسة العامة في مجلس النواب الأسبوع القادم من أجل أخذ الموافقة أو التصديق على هذه الخطة الخاصة بالحكومة خلال الفترة القادمة، على أمل أن يتم خدمة المواطن بشكل مباشر وأن يشعر المواطن بالفرق على أرض الواقع خلال الفترة القادمة. كل الشكر والتقدير زميلي مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس من داخل البرلمان، شكرا جزيلا. وبالطبع سنتابع معك على مدار الجلسة القادمة وأيضا الأسبوع القادم ما يدور في عمل اللجنة وتحقيق الشعور. شكرا جزيلا لك كريم بيبرس.